السياسه الثقافيه في المغرب وجلسه النموذج البنوي والسياسه الثقافيه. اذا سعيده ان التقي بعد 7 سنوات في هذا المكان بالضبط تحديدا، وكنا نلاحظ انذاك لم اتردد حينما اقترح علي ان اشارك في هذا الملتقى بسبب بسيط، وانه من تنظيم مركز انشاء ويجعل غايته الارتقاء بالثقافه من الانشاء، وكان ذلك حافزا لاقبل هذه الدعوه، والحال انه فطننا في إدماج الشباب. والحقيقة بأن الإدماج كيتم عن طريق الثقافة، ولكن كذلك عن طريق مداخل الأخرى من السياسة، منها طبعا العمل الجمعوي، لكن ثقافة أساسية ماشي طرف. وبالأخص الآن كنشهدوا بأنه المجتمع المغربي كيطرح قضية ديال الثقافة، هناك طلب، فلذلك لازم أن العرض يستجب للطلب، وبالاخص ان هناك سؤال: اين هم المثقفون؟ الوضعيه اللي كيعيشها العالم، لاننا احنا جزء من العالم، كتجعل بانه المثقف عنده واحد الدور اساسي بالنسبه للمجتمعات اللي كتعيش واحد الفترات انتقاليه. احنا كنعيش واحد الفتره انتقاليه تحول، فلذلك على المثقف واحد المسؤوليه كبيره، اولا للفهم ثم كذلك للوعي والتوعيه. الهدف من تنظيم هذه الجامعه الشبابيه حول السياسات الثقافيه وعلاقتها بالشباب هو فتح نقاش موسع بين مجموعة من الفاعلين حول هذا الموضوع، إضافة إلى أننا في المركز قمنا بالعديد من اللقاءات من أجل تشخيص الوضع الثقافي وعلاقاته بالشباب. الشباب يتخذ واحد الصورة اللي هي نمطية حول الثقافة ويعتبرها طرف فكري، إضافة إلى أنه من خلال ذلك التشخيص ليست هناك رؤية لا جهوية ولا محلية للأدوار التي يمكن أن تلعبها الثقافة في بناء يعني الفكر وكذا عند الشباب. طبيعة الحال من حينما نعود إلى المرجعيات، كاين اليونسكو الذي يؤكد على تدعيم الجانب الثقافي، وكذلك يجب على المؤسسات والدول أن تهتم بهذا الجانب الثقافي. المسألة الثانية في الدستور، 2011 يؤكد المشرع على ضرورة إحداث مجلس للثقافة والأمازيغية، ويلزم بطبيعة الحال المؤسسات العمومية من أجل يعني دعم الثقافة. كذلك نحن في المركز نعتبر أن المدخل الحقيقي لبناء الإنسان وبالخصوص الشباب، باعتبار أن هم يشكلون يعني من الناحية الجغرافية واحد العدد يعني او يشكلون ثلث الساكنه ديال المغرب، بالتالي نعتبر ان الاستثمار في الانسان والاستثمار في الشباب هو جد اساسي، والمدخل الاساسي هو الثقافه، لان التجارب الكونيه والانسانيه لم تنجح في بناء يعني لا المسار الديمقراطي او الحزبي بدون ثقافه، بالتالي يجب ان ننتقل الى يعني ادماج البعد الثقافي في البرامج الاحزاب السياسيه وكذلك في المناهج التعليميه، وهذا بطبيعه الحال سيؤدي الى يعني ربما من منظور نحن في المركز الى تقويه يعني الجانب المواطناتي والهوياتي بالاساس، وخصوصا ان المغرب هو بلد تعدد ثقافي. شارك باسم اللجنه الجهويه لحقوق الانسان في هذه الندوه حول الحقوق الثقافيه، وساشارك بموضوع خاص بالمجال الحقوقي في حق في المشاركه في الحياه الثقافيه. هذا الموضوع الذي ساتناوله اعتبره بانه مهم جدا في هذه الظرفيه، لاننا نركز على الشباب، على فئة الشباب وكذلك فئة الأطفال، لأنهم هم معنيين ومعنيون بهذه الحقوق الثقافية التي هي عبر التاريخ الحركة الحقوقية. هناك هذا المفهوم الذي تطور من الإعلان العالمي إلى العهد
جهه الحقوق الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وكذلك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. هذا المفهوم الذي تطور عبر العصور والذي حسم فيه بهذا التدرج بكونه يرتبط بالحق في التربيه والتعليم التعلم. وان كانت الحياه الثقافيه تشمل كل الابداع الفني والمشاركه في الفن، المشاركه في المسرح، المشاركه في السينما، المشاركه في الابداع القصه، كذلك في التعلم. هذه الاشكاليه المتعلقه بالحق في الحياه الثقافيه لا يمكن الحديث عليها بمعزل عن اي ثقافه نريد. نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان ساهمنا بنشر ثقافة حقوق الإنسان لأننا نعتبرها هي الثقافة التي تهم الإنسان، ليست بإيديولوجية ولكن هي ثقافة التي تحترم فيها مبدأ المساواة بين الجنسين، تنبذ العنف، تنبذ الكراهية، تنبذ العنصرية، ثقافة التي يجب أن يتحلى بها الأطفال، أي أن نعطيهم كذلك الفكر الإنساني، الفكر الذي يقبل الاختلاف الآخر. هذا التعلم هو الذي نحتاجه. كذلك بالنسبة للشباب الحياة الثقافية سيتناول في هذا الموضوع وخاصة هذه الندوة ستكون مهمة جدا طرحها حتى على مستوى السياسات العمومية. نحن كمجلس وطني لدينا شراكات في مجال تأسيس أندية المواطنة في مع الأكاديمية التربية الوطنية خاصة بالنسبة للتلاميذ والأطفال، وفعلا هذه التجربة التي كانت منذ سنة 2012 إلى الآن هي مجال كذلك لإشراك الطفل في وتنمية الوعي النقدي وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل في الوسط المدرسي. لقاء الشباب في المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطيه، وهو المنظمه المعروفه بجديتها وبالتزامها وبديناميتها في العمل. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.